زوار وأوفياء خانش كلاش تي في، سلام الله عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة مع محمد البوداري. استنفار كبير بوزارة الصحة بعد انفجار تفاصيل خطيرة إن صحت تشير بأصابع الاتهام إلى عدد معتبر من كبار المسؤولين والشركات متهمون بتبديد 100 مليار في صفقات كورونا، وبهذا من غير المستبعد أن يمثل حوالي 20 مسؤولا بوزارة الصحة أمام القضاء. آخر الأخبار تشير إلى أن رئاسة النيابة العامة قبلت الشكاية التي تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام ضد حوالي 20 مسؤولا بوزارة الصحة وحوالي 60 شركة عاملة في قطاع المستلزمات الطبية والمواد الصحية، وذلك بتهم تتعلق بتبذير المال العام والغدر والرشوة وغسل الأموال واستغلال النفوذ. الشكاية لم تقدم ضد وزير الصحة، لكن الوزير أصدر بلاغا يرد فيه على هذه الاتهامات ويصفها بالمفبركة والكاذبة، وهدد أصحابها بدورهم بالقضاء والمحاكمة والمتابعة القانونية. لكن الشكاية قدمت ضد مسؤولين كبار بالوزارة، من ضمنهم مديرة مديرية الأدوية والصيدلة والكاتب العام السابق بالنيابة، إضافة إلى مسؤول على الصفقات يشغل رئيس قسم التمويل. شكاية المنظمة تقول إن المسؤولين الثلاثة هم الذين تحكموا في صفقات كوفيد دون استشارة باقي المديريات، خصوصا ذات الاختصاص التقني كمديرية الأوبئة التي كان يترأسها أو لازال محمد اليوبي، والذي تم إقصاؤه من الاستشارة بخصوص هذه الصفقات إلى جانب مسؤولين آخرين، وهو ما جعل اليوبي والذي الشهرة بندواته في بدايات موسم كورونا يقرر الانسحاب من الأضواء ويطلب الإعفاء. وبمجرد تفجر هذه القضية المثيرة شهدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية استنفارا غير مسبوق، وبادر الوزير في بلاغ له إلى التأكيد على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ترفض منطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية. يعني الوزير يشير هو بدوره بأصابع الاتهام إلى جهات ما قد تكون هي التي تقف وراء التحريض على الوزارة بعدما لم تحصل على نصيبها من الكعكة. الله أعلم هذاك سوقهم، والقضاء هو اللي غيقرر. وزارة الصحة كتقول الآن بأن هذه الشكاية تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، خصوصا بعدما أكدت الوزارة استمرارها في الترسيخ وتكريس حكامة تدميرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة حسب الوزير. وبناء عليه تقول الوزارة فإن الأمر يقتضي تصحيحا وتدقيقا، حرصا منها على تنوير الرأي العام والرد على كل المزائم المجهولة السبب والدوافع بشأن صفقات الوزارة، والدفاع عن شرف وأمانة أطر الصحة حسب تعبيرها نساء ورجال والذين بذلوا تضحيات وجهودا لا تقدر بثمن خلال أزمة كوفيد 19. وإذ تكذب الوزارة الادعاءات المنقولة إعلاميا من محتوى الشكاية، خصوصا عند مواجهتها بتقارير المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية، والتي توجت بتنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي، فإن الوزارة تقول تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد من صرحوا علنا للعموم باتهامات خطيرة مسبقة بصيغة ناقل للحقيقة النهائية قبل فتح أي مساطر قضائية بهذا الخصوص. وتضيف الوزارة بأن ما تم ترويجه بخصوص الشكاية المزعومة هو مجرد أكاذيب، مشددة على حقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل هؤلاء الأشخاص والذين كانوا يتهمونها بدون حجة أو دليل حسب تعبير الوزارة وليس تعبيري أنا. كما نصحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وسائل الإعلام الوطني بضرورة التدقيق في المعطيات المثارة بشأن تدبير الوزارة لأزمة جائحة كورونا، وذلك بهدف تكريس وترسيخ المنجزات والنجاحات الكبيرة والملموسة التي حققتها بلادنا في هذا الموضوع والذي شهد به القاصي والداني عبر العالم حسب تعبير الوزارة دائما.
أما بخصوص غياب محمد اليوبي مدير مديرية عرم الأوبئة، فقد خرج منذ شهور للإعلام بعد فترة واعترف بوجود مشاكل مع زملائه المسؤولين، كما أكد بأنه فكر في مرحلة معينة في عدم الاستمرار في منصبه نتيجة الضغوطات وغياب الجو الملائم للعمل، لكن مصلحة الوطن حسب تعبيري دفعته إلى التراجع عن هذا القرار. وبخصوص غيابه عن المواعيد اليومية المرتبطة بإعطاء آخر الأرقام المرتبطة بالوضعية الوبائية للمملكة، أكد اليوبي أن إطلالته التلفزيونية على المغاربة ليست مهمة بقدر ما هو مهم إيصال المعلومة للمواطن بغض النظر عن الأشخاص المنوط بهم هذه المهمة. كما نبه محمد اليوبي إلى ما أسماه ميل البعض إلى الترويج لبعض المغالطات من قبيل انتمائه إلى حزب سياسي معين، وإن كان الانتماء السياسي والحزبي حسب تعبيره ليس بجريمة كما يقول اليوبي دائما. وشدد المسؤول بوزارة الصحة على أن دقة وحساسية المرحلة الراهنة لا تستدعي بالمطلق الدخول في صراع وبوليميك فارغ بقدر ما تقتضي تكاثف الجهود لمحاربة الفيروس ومنع تمدده في بؤر أخرى في المملكة المغربية لما فيه مصلحة الوطن. وفي إشارة منه إلى تأجيل قرار استقالته قال اليوبي: الآن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ومع زوال الأزمة ستتضح الصورة أكثر، وسيغادر من يغادر ويبقى من يبقى. إذن محمد اليوبي كيعترف بشكل لا يقبل أي نقاش بوجود مشاكل حقيقية وعويصة مع عدد من كبار المسؤولين في الوزارة. لكن المشير في هذه القضية هو لماذا استمر الصمت الرسمي للوزارة تجاه تصريحات محمد اليوبي، ولم تخرج إلى الرأي العام لتنوره بحقيقة ما جرى بينه وبين المسؤول الكبار. كذلك فالشكاية الآن المطروحة على القضاء قد أحيلت على الشرطة القضائية بالرباط، وهي الآن تجري أبحاثها وتحرياتها الدقيقة والمعمقة من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة في هذا الملف وترتيب ما يمكن أن يترتب عن نتائج هذه الأبحاث من إجراءات أو تدابير قانونية لازمة. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشاركوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.